وحشتوني من المرة اللي فاتت. النهاردة هنتكلم عن حلقة جديدة عن برج جديد، برج العذراء، اللي هو ايه؟ برج العذراء الترابي، اللي بيبدأ معانا من يوم 23/8 لحد يوم 22/9. البرج ده هنتكلم عنه سواء في الراجل او في الست او الطفل. برج العذراء ايجابياته ايه؟ نبدأ بالايجابيات وبعد كده نبدأ بالسلبيات. ايجابياته ان هو بيحب الناس، بيحب دايما يكون الناس دي حواليه. معانا اتصال وبعدين نكمل. الو صابرين، السلام عليكم. ازيك يا صابرين، عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. كنت عايزه اعرف عن برجي وبرج ماما. عينيا، حاضر. انا برجي، انا يوم 15/11/96. ايوه. عايزه اعرف الارتباط والدراسه والصحه بخصوص السنه الجديده. الارتباط والسنه الجديده، الارتباط والدراسه والصحه. حاضر. وماما 5/2/63. 63. عايزه اعرف اخبار الصحه عندها برضو بخصوص السنه الجديده. هي كانت الصحه عندها تعبانه شويه. برج الدلو. وحاسس بنفسه ان هو مش عارف هو ماله الايام دي. هي مش حكايه وعكه صحيه، لا، هو حاسس ان هو تعبان نفسيا، اثرت عليه في الصحيا. يعني النفسي اصل الصحي عنده مش مرتاح. تمام. 5/2/63. في ايه تاني؟ مين تاني؟ بس كده، هما البرجين دول. تمام. انت برج العقرب وهي برج الدلو. على فكرة انت برج العقرب عندك حاجات كويسة جدا في السنة الجديدة، في النص الاولاني من السنة هتبدأي بانجازاتك. يعني لو انت في دراسة هتبدأي كملي دراستك، بس هتبقى للأحسن الفترة الجاية. احسن للأحسن. من السنة اللي فاتت؟ ايه؟ احسن من السنة اللي فاتت؟ بكتير بكتير. لان برج العقرب اللي ما خدش فرصته في سنة 2018 بيكملها في 2019. بيبدأ النص الأولاني من السنة إن هو يشوف هو كان عايز إيه، بيبدأ فعلا بيكمله. لكن النص التاني عندك شوية لخبطة كده، بس هتعدي. إحنا مش بنخوفك ونقول لك لا خلي بالك النص التاني وحش، لأ، إحنا بنحذر وبنقول عايز يبقى أنت داخلة السنة وأنت فاهمة إيه اللي هيحصل. زي بالظبط لما بقول لك خلي بالك من سؤال كذا وسؤال كذا وسؤال كذا، انا بقوله لك عشان تذاكريه كويس، عشان لما يكون جاي لك السؤال بتقدري تردي عليه بسرعه وانت فاهمه بترد ازاي. فانت بس خلي بالك من نص التاني من السنه اللي هو بعد الصيف، اللي هو ممكن في شهر 9 كده، الربع الاخير من السنه هيبدا فيه اضطرابات بسيطه، بس هتعدي. هي سنه حلوه جدا، هي سنه ان شاء الله حلوه في الدراسه في النص الاولاني، وكمان في الارتباط، وكمان هتلاقي نفسك عندك حسن استماع للاخرين. لان انت اجى عليك فتره ما كنتش عايزه تكلمي حد. اجى عليك فتره مش عندي الثقه في حد، ما خلاص فتره مش اكتئاب، لا، بعد شويه عن الناس. لكن الدلو مامتك طيبه جدا ومستحمله جدا جدا، مهما اجى عليها او انت حتى غصب عنك قلت كلمه كده وكده بتلاقيها سكتت. يعني بقت فتره السكوت والصمت عندها الفتره دي جامده، او بس هي بتكتم في نفسها، هي تعبانة. يعني أمورها مش حلوة، فبدأت إن السنة الجديدة برضو هتحس تخلي بالها من الناس اللي حواليها، إن هي برج الدلو في ناس هتحاول إن هي تقول لها على حاجات هي مش صحيحة، هي حاجات مش صحيحة خلص فيها كذب. وكمان هتحس إن في حد بياخد مكانها، أو هتحس إن في حد بيسلب الساجدة من تحتها، أو حد بيحاول إن هو يستفزها. فإحنا عايزينها تبعد عن الكلام ده كله وتخلي بالها من صحتها السنة الجديدة. مش معنى كده بقول لك السنه وحشه، لا، انا بقول لك الحاجات اللي هي تستبعدها عشان تقضي السنه براحه وهدوء، وتخليها تبطل تفكير شويه. ميش. تفكر هي حنينه جدا، لكن محدش فاهم دي. ايه؟ بس هي كانت في كانت لخبطه فعلا في سنه 2018 شويه. هي تعبانه، هي تعبانه. وانت كمان تأجيل لك حاجات كتير بسبب ان انت برضو قلقانة. انت قلقانة، بس هي كل ده هيعدي. يعني النص الاولاني عندك كويس جدا، فدراستك اهم حاجة، دراستك، فهتلاقيها ان شاء الله كويسة جدا جدا،
وهتلاقي نفسك انجزتي عن السنه اللي حصلت عن 2018. يا رب باذن الله، وتطمنينا اكيد عليكي. لا ان شاء الله. تصرفي. الله يخليكي يا حبيبتي، شكرا، نوراني. هنكمل عن العذراء. العذراء بيحب اللمه، هتلاقيه لاصحاب كتير، بس مشكلته ان الاصحاب دول بينفعوا او مينفعوش. غير كده هتلاقي البرج العذراء ده برغم ان هو طيب واجتماعي وكل حاجه وقاعد معانا، ده ايجابياته، وتلاقيه دايما بياخد ويدي معاك ويحل لك مشاكلك وكل ده، هو ما يعرفش يحل مشكلته خالص. ما تجيبليش برج عذراء وتقولي بيعرف يحل مشاكله، مستحيل. هو هتلاقيه لبلب، لكن في ايه؟ في حل مشكلتك انت، في حل مشكله صحابه، في حل مشكله جيرانه، في الناس اللي حواليه، لكن مشكلته بيعول ان هو بيعكها. ليه بيعكها؟ ان هو برج ترابي، كب عليه شويه ميه يبقى عك خلاص. فمشكلته ان هو مبقاش عارف هو عايز ايه. وخصوصا العذراء في الفتره اللي احنا فيها دي اتضح لنا ان هو عنده لخبطه في بعض الامور. في ناس اول السنه كانت عنده في 2018 يعني قطع ناس كتير، بدا السنه دي في اخر 2018 برضه بيقطع ناس كتير، وبيحاول ان هو ينظف السنه دي، وبيحاول يشوف هو عايز ايه، ان عنده لخبطه وعنده اموره مش سالكه معاه شويه، وتعبان فعلا نفسيا كمان. فبنقول لبرج العذراء انت كمان سلبياتك فيها حاجات مش حلوه، احنا هنقولها لك، وانت لو حاولت تتغير من نفسك يا ريت، لان انت صعب ان برج العذراء يتغير، بس احنا بنقول لك يا ريت لمصلحتك. ان انت تثق في حد، مشكلتك بتثق في كل الناس، كل مره تقول لنفسك انا بثقش في حد، انا مش وفي نفس الغلطه بتقع، وكل مره في نفس الغلطه تلاقي نفسك واقع فيها، فده غلط. فانت انا بقولكش اللي انت تحاول تمنع نفسك عن الناس، لا انا بقولك حافظ على نفسك مع الناس. بمعنى بعد الاتصال هنقول بمعنى ايه. معنى اتصال. نجاح من الجيزه. ايوه ايه نجاح، ازيك؟ السلام عليكم. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. وعليكم السلام، ازيك؟ طيب. يا نجاح الله يخليكي. قولي لي. انا برجي 9 يعني هو في الحقيقه 2/10. 2/10 هم يعني كتبوها 29/9. تمام. فانا مش عارفه يعني بقى. لا واحد واحد برج كده. نعم. الميزان. برج كده الميزان. واحد سنة كام؟ 62. تمام. فأنا كنت عايزة أعرف بس العمل والفلوس. وإيه؟ يعني والفلوس يعني الماديات. حاضر. السنة الجديدة صح؟ برجي 26/10/53. 26/10/53. 53 يعني ده جوزك صح؟ طيب ده برج جوزي. يعني انت برج الميزان وهو برج العقرب. طيب ما هو الميزان ومع العقرب احيانا الميزان بيستفز شويه العقرب. مفيش توافق؟ احيانا في استفزاز بين الاثنين. لو انت ما حاولتيش تبقي زي الميزان وتحاولي انت توزني كلامك معاه هيبقى في مشاكل. لان برج العقرب مشكلته مش اي حد، بخصوص في الراجل، لان هو مع عقرب العقل دايما. كلمه تقصدي ايه؟ هو طيب بس مشكلته لازم معامله خاصه لاي برج عقرب، لازم معامله خاصه لغايه ما هو يحفظك وانت تحفظيه. انت بتسالي على السنه الجديده في 2/10. السنه الجديده. السنه الجديده انت انا بقول انت بقالك 7 سنين، او الميزان عموما بقاله 7 سنين، بقاله فتره كبيره واقف محلك سر. الجديد بيجي زي ما بيجي بيروح، ونفسك تعملي حاجه بتقف في النص وتلاقي نفسك مش عارفه تروحي يمين ولا تروحي شمال، فتره حيره. طب انا في كده دلوقتي في الشغل عندي يعني ايه، في نقله، هل هتنقل ولا مش هتنقل؟ فعلا في لسه بقول لك اهو، في كان 7 سنين واقفين، في عندك حاجه كويسه جدا جدا انت بتحلمي بيها وفيها نجاحات ليكي السنه الجديده ان شاء الله باذن الله في 2019. في نجاحات وفي نقل. لو سمعاني نجاح، في نجاحات وفي عندك نقل، وفي عندك كمان لو في ترقيه، في ترقيه.
ففي فتره حلوه جدا انت مستنياها بقالك سنين، فتبداي تغيري للوضع الاحسن. اه في عندك الاسريه اللي هي المشكله الاسريه هتعدي، لكن للاحسن من السنين اللي عدت. فاكره بقول ايه السنين، يعني بقولش يوم ولا اتنين ولا سنه ولا اتنين، ده سنين. ففعلا هتنجحي نجاحاتك باذن الله الفتره الجايه. اما جوزك اللي هو العقرب فانا بقول لك اللي هو 26 10 53 شخصيته عايز هدوء، لان هو معاه حاجه في سنه الميلاد بتاعته اسمها الحوت، هو كل عايزه هدوء. عرفتي وانت من السهل تتعاملي معاه، انت برج الميزان اللي بيقدر يحاول يحافظ على اتزان كلامه بس بعيد عن الاستفزاز انت وهو بس فقط لغير. اما هو جاي له في النص الاولاني في راحه بال، في لو هو بيكمل مشروع هيبدا يكمله، ما فيش مشروع هيبدا فيه فعلا، في سفر، في الجو ده، في تغيرات. معانا فاطمه من الايوبيه. الو الو، هيا فاطمه ازاي حضرتك؟ ازيك انت حبيبتي؟ حضرتك كنت عايزة أعرف بس حاجة عن خطيبي، 2/7 وأنا 9/11. أنتي 9/11؟ اه وهو 2/7. حاضر، عايزة تعرفي ايه؟ عايزة أعرف يعني السنة الجديدة دي بقى فيها ايه، يعني حلوة وحشة كده، يعني في توافق حاضر. يعني حاضر كده. هو 2/7 اللي هو أنتي برج السرطان. السرطان من الأبراج اللي هتاخد بقى ثقتها في نفسها السنة دي، هتبدأي فعلا هتحسي ان انا عندي ثقة في نفسي، حتى في كلامك هتبدأي تقولي كلامك وانت واثقة في كلامك من غير قلق ومن غير خوف. فعلا السرطان عندي السنة دي حتى لو انت بتشتغلي يبقى كويس جدا، في توقعات، في عقود، في حاجات ما تتوقعهاش كانت ممكن انها تحصل. توافقك مع برج العقرب كويس جدا، في حاجات حلوة ليكوا انتوا الاتنين السنة دي، هتبداوا تبنوا نفسكم باسس صحيحه، مش زي السنين اللي فاتت، برضو مش زي السنه اللي فاتت 2018 كان عندك 2018 من ده على ده وما انتيش مرتاحه. هتلاقي نفسك ان انت انا ما كنتش مرتاحه، انا مش فرحانه، انا مش عارفه مالي. لا ده مش هيحصل خالص، هتبداي فعلا تشوفي انت عايزه ايه، الحيره هتبدا تشال من عندك، هيبدا القلق يشال، هتبداي فعلا تقولي لنفسك انا هعمل ايه برغم ان انت محيط الاسره عندك انت مش مرتاحه، كل يوم ماسكه في حد، كل يوم حاسه نفسك انت باخد ودي مع ده، النهارده كويسه عاديه خالص مفيش يوم جديد. لا هتبداي تشوفي انت عايزه، في حاجه هتشغلك، في حاجه هتعمليها هتشغلي بيها. هنكمل برج العذراء. زي ما قلنا يا عذراء مشكلتك في السلبيات، ان انت بتثق في الناس زياده عن اللزوم، وده بيخليك ان انت بتخلي اللي قدامك بعد ما انت بتثق فيه وتديله الثقه بتخلي انت اللي تخلي قدامك ياخد اللي هو عايز ياخده منك، اللي هو الايجابيات اللي جواك، بياخد عنك اسرارك وده غلط، بياخد عنك تفكيرك وده غلط. انا بحذر برج العذراء ما يبقاش فياض، وبعد كده لما بيتخدع يقول لنفسه انا اتخدعت ازاي، وكانه بيتخدع لاول مره برغم انه طول عمره بيتخدع. طول عمرك يا برج العذراء مشكلتك ان انت عندك خداع حواليك. معانا اتصال. مي، الو يا مي. الو، ازيك يا مي؟ الله يسلمك. لو سمحت عايز اعرف برج 26/11. ايوه. 44. عايز اعرف الصحه والماده. حاضر، عينيا. الله يخليك، اسمعك من التلفزيون. حاضر يا حبيبتي، شكرا. ماشي. 26/11/44. 26/11 برج القوس اللي هو البرج المتألق، وده واضح جدا في صوتها كمان، واضح جدا في صوتك اللي انت متألقة، عندك اللي هو شباب القلب، عندك شباب الروح، جواك طفلة صغيرة عايزة الاهتمام، عايزة الكلمة الحلوة. بتعرفي تردي وليكي رد كويس جدا، وربنا ان شاء الله يديك الصحة. الكوس فعلا كان عنده قلق في الصحة الفترة اللي فاتت، بس ان شاء الله السنة الجديدة سنة حلوة في كل حاجة ان شاء الله، على ابراج كتير جدا، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن وفي حاجات حلوة. سمر. الو. ايوه يا سمر، ازاي؟ الله يسلمك. علي صوتك شوية عشان اسمعك. الله يسلمك. كنت عايزة اكلم، كنت عايزة اقول لك جوزي تاريخ ميلاده وكده. تمام.
هو 20/1 كم؟ كم؟ 81. أيوة. وأنا 83 4/1. 4. هتعرفي ايه يا مي يا سمر؟ عايزين نعرف السنة الجديدة والشغل وكده. حاضر. الشغل ليكي ولا ليه هو؟ ليه هو وانا كمان بشتغل وكده. وايه؟ وانا كمان برضو شغلي برضو. انت بتشتغلي بس انت كان عندك شوية قلق الفترة اللي فاتت. ايوه. وكنت تعبانة نفسيا. الجدي، احنا اتكلمنا عن الجدي وقلنا ان هو كان تعبان وكان عنده، بصي مش عايزة اقولك مش عدم ثقه، لا عدم برود، برود من كتر ما انت شفتي خلاص تعبتي. انت السنه الجديده الجدج عنده، احنا مسمين السنه الجدج عنده ثقه بنفسه، هتبداي الثقه دي تعود عندك تاني او هيجيلك تاني. فخلي الثقه ان شاء الله باذن الله في دخول عيد ميلادك هتلاقي عندك الثقه، بدات تثقي في نفسك تاني وتقفي على رجلك تاني، ولو في عندك اي مشاكل هتزول. يعني انت عندك حاجة اسمها انا جديد في جديد، هتبدأ جديد في جديد، حياتك هتبدأ جديد في جديد. اما جوزك 20/1 بين برج الدلو وبين برج الجدج، يعني هو واقع بين الجدج والدلو. هو كمان يعني بتعصب وبيتخنق، انت تتخنقي له. نفسيا انت مش بقاش مظبطة، فانتوا الاتنين يعني بتعكسوا على بعض، الطاقة السلبية اللي عندكم بتبدأ انها تظهر. فانا عايزك تهدي كده شوية وتعرفي ان السنة الجديدة اسمها سنة جديد في جديد، كل حاجة فيها هتلاقيها بالترتيب اللي انت عايزاه، بس خلي بالك من الصحة، خلي بالك من الصحة بس، عشان انت لما بتتعبي بتقعي. شكرا. ايه؟ شكرا شكرا يا سمر. معانا رسالة 21/2 عايز يعرف كل حاجة، واقع بين الدلو، واقع بين الحوت. الدلو والحوت احنا مش معناها ان احنا بنحذر البرج ده، لا احنا بنقول له يخلي باله هو عايز ايه، يخلي باله السنة الجديدة ان هو يحاول ما يديش لحد، ما يصدقش اي حد. احنا بنحذر الدلو ان ما يصدقش اي حد، وبنحذر الحوت ان هو لازم يكون عندك جديد. ما تقولش لنفسك انا واقف كده، لا انا عايزك تغير من نفسك، عايز تغير من اطباعك، عايزك تغير في كل حاجه انت فعلا محتاجها وبتحبها. اعمل اللي انت عايزه، مش معنى ان الحوت يعني في شويه قلق، لا شويه حيره، لا ده لا. انت بقى شوف انت عايز ايه، فكر في حاجه واحده، انت بتفكر في 50 حاجه وترجع تقول انا مش عارف انا عايز ايه. عشان كده الحوت عندي واقف، احنا بنقول الحوت ما فيش فيه جديد، لا اعمل انت بقى جديد. مش معنى السنه بتقول لك مفيش جديد يبقى مفيش جديد، لا انت تحاول تعمل الجديد، وهتعمل الجديد هتلاقي فيه جديد. معانا اتصال. شيماء. يا شيماء. هيا يا دكتوره. هيا يا حبيبتي، سامعاكي. عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. قولي لي. الخط قطع، هنستناكي تاني يا شيماء. هنبدا بقى نكمل العذراء. زي ما قلنا العذراء احنا مش معناها ان انا بقول لك اتشائم بقى وما تكلمش حد وما تعرفش حد والناس كلها وحشه وقافله على نفسنا الباب والكلام ده، لا لا خالص. انا بانظرك او بحذرك تشتري نفسك بقى، تحاول تبص لنفسك، تحاول تقول لنفسك لا انا بعمل في نفسي كده ليه، لا انا هبدا ابص لنفسي صح ازاي، ان انا ابدا اثق في الناس وكل حاجه بس في حدود. مش كل ما ضيق يبقى عندي الناس، واول مشكله تحصل تلاقي الناس كلها بتتكلم وتقول كذا، ده حصل كذا، ده في كذا. طب ليه؟ ليه ما نحاولش ان احنا نخلي سرنا لنفسنا، وبعد كده تلاقي اي حد من انت كنت بتتكلمه ده بتلاقيه يتكلم معاك كلمه ملهاش اي لازمه وما يستاهلش. نخلي بالنا يا ابراج العذراء. معانا اتصال. ساره. الو. الو. يا ساره كل سنه طيبه. مساء الخير يا فندم، وحضرتك طيبه، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ممكن اقول لحضرتك لله. تاريخ ميلادي؟ طبعا، استناك قولي لي. 16/4/85. 85. تمام. اسال على عايزه إيه؟ عايزه اعرف العمل والعاطفه والمال. العمل والعاطفه والمال. والمال. انت مرتبطه يا ساره؟ لا.
حاضر هقول لك الجديد. بصي يا ساره، انت 16/4 انت برج الحمل. برج الحمل كان عنده شويه هواجس قلق مستمره معاكي لغايه شهر واحد. اللي انت عندك ايه؟ اضطرابات كده نفسيه، مش شرط تكون حاجه، لكن عندك مخاوف، حاجه قلقاكي، بس كل ده هيعدي في شهر واحد. هتبداي تشوفي نفسك، انا لو مش مرتاحه مع حد، وكويس عشان كده سالتك قلت لك انت مرتبطه ولا لا، لان انت لو كان في ارتباط كان هيبقى في مشاكل الفتره اللي انا بتكلم فيها دي. بعد كده انت عندك حاجات حلوه جدا جدا بس في بدايه الصيف. سامعاني يا ساره؟ ايوه انا مع حضرتك. في عندك حاجات كويسه جدا في بدايه الصيف. عندك الحاجه الكويسه دي لغايه اخر السنه، في ارتباط، في مال داخلك، في فلوس داخلالك، في كمان عندك هتلاقي نفسك في الشغل مرتاحه، هتلاقي نفسك مظبطه نفسك عن الهواجس اللي كانت بتحصل لك او القلق اللي عندك ده هيعدي، وخصوصا في شهر واحد هتلاقي نفسك ان انت ايه، فرحانه؟ لا. زعلانه؟ لا. انا عايزه ايه؟ انا مش عارف، بتفكر في اي حاجه تشغل دماغك وخلاص. لكن الاخبار الحلوه بامانه جايه لك باذن الله في دخول الصيف للاحسن كتير يا رب ان شاء الله خير باذن الله. ميرسي لحضرتك عليك. إيه؟ ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيبه. طيبه حبيبتي، وانت طيبه، ما تحرمش منك. فهنكمل تاني. برج العذراء، يا عذراء زي ما احنا قلنا، وخلي بالك ده اكتر نصيحه احنا بننصحها لكل بتوع العذراء، بيقعوا في مشاكل بسبب طيبتهم الزياده عن اللزوم، وهم مشكلتهم التانيه كمان ان عندهم لسعه في لسانهم، تتقوهم كده مع الناس اللي قريبين منهم عشان هم عارفين هم بيحبوهم، يوم قايلين لهم ايه كده ملهاش لازمه، ويرجع يقول لك انا بهزر انا مش قصدي. لا، حاول، انا عارفه انت بتهزر، بس حاول تخلي بالك من مشاعر اللي قدامك عشان تحاول تحافظ على الثقه اللي تبقى بينكم، ما تقولش كده عشان ما تحاولش تزعل حد. معانا اتصال ونرجع نكمل. هدير. الو، السلام عليكم. ازيك يا هدير؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ كل سنه طيبه الحمد لله. هو انا كنت عايزه اسال حضرتك عن تاريخ 23/2/1993. هتسأل على ايه يا هدير؟ اسأل تاريخ تاني 14/6/1993. ده خطيبك؟ اه. تمام. بس 93 و93 خلي بالك اللي انتوا ساعات بتستفزوا بعض. ان احنا ايه؟ بتستفزوا بعض. اه. احنا بتبقوا عاملين زي الديوك، عارفه الديك مع الديك؟ اه. بتقفوش، بصي ساعات بتبقوا حلوين جدا. ايوه. وفجأة مفيش، بتكملوش. بتلاقي نفسكم انتوا الاثنين قلبتوا على بعض. هو 14/6 او 1993. اه، وانت 23/3 اللي انت برج الحمل. لا، 23/2 انا. 23/2 انت برج برج الحوت. اه. بس خلي بالك انت بتعدي حاجات كتير، لكن برج الحمل جواه طفل صغير. اه. مشكله هو 14/6؟ اه، 14/6. اه. الجوزاء مع الحوت انا مش هقول صعب، لكن انت لازم تفهميه عشان امورك تعدي، لان انت لو ما عملتيش فيه تفاهم هتلاقي نفسكم انتوا عاملين كده، كل واحد فيكم باصص من جهه، وفجاه بتلاقي نفسكم بتعاتبوا بعض وترجعوا تاني لبعض. ايوه بيحصل كتير. وبعدين الحوت تعبان وكاتم في نفسه. طب انت بتكتمي في نفسك ليه؟ ما ينفعش تكتمي في نفسك، انت تستني لما تتجوزي. طب ما تفكريش ان الجواز ده هيبقى مثلا ده النهايه السعيده. لا، انت بتعملي بدايه، ده بالعكس ممكن يكون بدايه الم ليكي، وده غلط. وبعدين هو الجوزاء مشكلته متقلب، يعني مره معاكي ومره عليكي. ايوه. وفجاه تلاقيه بيكلمك حاجات هو محوشها، انت بتتفاجئي. ايوه. يقول لك 1 2 3، لا انا وترجعي انت تسكتي، انت مشكلتك لما بتنهاري بتسكتي وبتبكي من بعيونك، بتبكي بكاء لدرجه تخلي اللي قدامك هيعدي امور، بس انت من جواكي ما بتقدرش تتكلمي، تبقى عامله زي الصامت. لا، انا بقول لك من الوقت، من الخطوبه دلوقتي لازم تقعدي معاه قعده اعتراف. لازم تفضي اللي جواكي، تقولوا انا انا طبعي 1 2 3، انا عايزه اللي قدامي يحس بيا 1 2 3. لو ما قدرش يعمل كده يبقى هيعمله امتى؟ لما انت تتحط في القفص، ما ينفعش. تمام.
لازم تغيري، ولازم ما تقوليش لنفسك يا هو بكره هيتغير، لا. أيوه. اللي ما اتغيرش قبل الجواز مش هيتغير بعد الجواز. أكيد. مستحيل. أكيد. فأنا طالبة منك ليكي أنتِ. أه. طلب ليكي أنتِ. أيوه. لازم إن أنتِ تغيري من طبعك. الطيبة. أغير أنا من طبعي؟ أنتِ تغيري من طبعك، اللي أنتِ تقولي له اللي جواكي. أيوه. ما تسكتيش. حاضر. عشان انت لو سكتي انت هيضيع منك حقوق كتير، مش حقوق أيوه. ماديه بقى وحقوق وحقوق لا كذا، لا حقوق نفسك. ايوه. حق نفسي فين؟ حاضر. فلازم تغيري، ولازم تطلبيني تاني تقول له انا غيرت. خلاص ماشي. وهستناكي. ماشي، شكرا لحضرتك. ماشي يا حبيبتي. هنقول بقى العذراء. طيب يا عذراء يا طيب. يا عذراء يا طيب، اسمع مني بقى كلمتين اخرى بقى ليك عشان نبدا نقول لك التوافق مع الابراج التانيه. مطلوب منك ان انت تحاول يبقى في ثقه، في هدوء، في رزينه، تحاول الاسلوب بتاعك ما يكونش لا الناس كلها وحشه، لا الناس حلوه، لا الناس، لا بص لنفسك وشوف انت عايز تعمل ايه. نفسك تقول حاجه قولها، بس بغير لسع لسان، من غير ما تقولها وانت بتقولها وخلاص تقول لك انا ما قصدتش، لا مفيش حاجه اسمها كده. معانا اتصال. حنان. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حنان؟ تمام كويسه، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. ايوه سامعاكي. وعليكم السلام. كل سنه وانت طيبه يا جميل. ايه؟ وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، متحرمش منك. بقول لحضرتك ليلي، انا 28 عايزه اسالك بس على التاريخ بتاعي. سامعاكي. عايزه اسال عن 28/11. ايوه. و 2 10 10 2 10 2. طب سنه الميلاد بقى؟ 10 2 86. وانتي كام؟ 28/11 87. 87. هتسألي على ايه بقى بالظبط؟ يعني البرج بتاعي ايه الاخبار بتاعته؟ اخبارك السنة دي. طيب 10/2 ده ارتباط ولا جواز؟ جوزي. جوزي. تمام. يعني انت برج الاسد، برج القوس، وهو برج الدلو. على فكرة ست القوس اقوى من رجل الدلو بصراحة. الايه؟ ست القوس اقوى في أيه. التفكير عن راجل الدلو. هو انا برجي ايه؟ 28/11. ده برج القوس. فانت شخصيتك اقوى في التفكير عن برج الدلو. في أيه. توافق، في توافق، انا ما انكرش، بس مشكله برج الدلو اللي انت ما تعرفيش تمسكيه. اي أيه. لما تعوزي تكاي معاه يا اما تضحكي وتهزري، لكن في موضوع جدي ما تلاقيهوش. ايوه صح. هتلاقيه فجاه اختفى، يا اما يقول لك انت ست، لا 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 الكابه دي مش بتاعتي، انا ما بحبش النكد. ايوه فعلا. انت بتنكديش، انت ست واقعيه، انت ست عقلانيه، هو مشكلته انه راجل هوائي. ايوه. فده لازم عشان ان انت تحاولي تغيري، انت هتكبري دماغك، يا اما هتحاولي تتابعيه لغايه ما تغيري، لان مش سهل برج الدلو يتغير، سهل جدا. ايوه. ان انت تغيري منه، بس انت احيانا بتكبري دماغك، لان دماغك زي ما انا قلت لك في البدايه كبيره. برج هو حقيقي لما بقيت اكبر دماغي بقى احسن يعني. ما انا بقول لك ما تقفلوش بقى على، هو هيتغير ازاي بقى؟ هو عارف نفسه على فكره ان هو مش عارف ان انت صح، بس بيحاول يعاند. بعد كده بتلاقيه جاي يقول لك، مش هقول لك انا اسف، بس بيعملها بطريقه يعني يعبر فيها ان انا بتغير. صح فعلا. وبعد كده تلاقيه بيهدى، لكن هو برج طيب جدا، وبرج فياض جدا، وبرج محتاج حنان وحنيه واهتمام. اللي هو ايه بقى؟ هو برج الايه قلت لي؟ الدلو. الدلو. اه ايوه. هو محتاج كده، هتلاقيه هو محتاج حنان، وحتى على فكره لما بيزعل بيبان عليه بسرعه، لما بيفرح بيبان عليه بسرعه، هو عامل زي الطفل الصغير. ايوه. السنه دي بقى ان شاء الله برج القوس اللي هو انت في انجازات حلوه جدا، وفي حاجات هتبداي تعمليها، وهتلاقي نفسك ان انت عندك ثقه اكتر من الاول في نفسك. يا مسهل يا رب. لان انت بقالك 3 سنين وثلاث سنين وشويه انت مش مرتاحه، بس بتقولي ايه يا رب ان شاء الله السنه اللي بعدها، يا رب السنه الجايه، يا رب كذا.
حقيقي عديتي بامور ملهاش اي لازمه فعلا. عندك بقى هو بقى عنده اموره هتستقر شويه في شغله. طيب لان في حاجات تعبه برضو مش 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 مبسوط بس بيحاول يعدي. لان انت عارفه ان برج الدلو ما ينفعش في الاعمال الروتينيه. هو بيشتغل ايه؟ هو نجار. طب كويس ان هو نجار لان هو ما ينفعش في اعمال حكومه خالص. اي لو دخل الحكومه انت عارفه ان الدلو بيصحى بمزاجه فعلا وينام بمزاجه وياكل بمزاجه فعلا. هو لو قال لي صحيني يعني انا لما باجي اصحيه ما يقومش نهائي. لا لو يعني بيبقى هو اللي قايل لي هو اللي قايل لي صحيه. اه وبرده ما يقومش غير لما هو اللي يقوم بمزاجه. اي هو كده فعلا. هو البرج بتاعه كده برج هوائي برج مزاجي. بس انت تحاول لما تلاقيه متضايق حاولي تطلعيه من البيئه اللي هو فيها لان هو طيب وغلبان. لكن مشكلته ان عايز دايما على طول اللي قدامه يحس بيه. مش شرط هو يحس بيك دلوقتي. لو عايز اول اللي هو حد يحس بيه. انا مع يعني تعبان. ابدا انا ايه ابدا انا تبداي انت. بدات انت صدقيني هو هيحاول يبررها لك في حاجه تانية احسن. بس مش هيقول لك انت عشان عملت. لا هو لوحده كده هتلاقي حتى يقعد قدامي كده عارف نفسه ان ليه امه واخته وكل حاجه بالنسبه له انت. وساعات تحس ان ملوش حد في الدنيا خالص فعلا الا انت. وده ده حقيقي. ده حقيقي والله فعلا. وده بتحسيها. فان شاء الله السنه الجديده تبقى ان شاء الله سنه حلوه باذن الله. وهو يحاول يقف على رجله. انا عارفه ان جاره واقفه شويه بس ان شاء الله ربنا هيكرمه باذن الله. ده حقيقي. واقفه جميله يعني. ده حقيقه. هو الحمد لله بس ان شاء الله في خير. ولازم تطمنينا عليك يا حنان. يا رب. استناكي كل سنه وانت طيبه باذن الله. يا جميل ربنا يخليكي. كل سنه طيبه يا جميل. ما تحرمش منك ابدا. معانا اتصال. فاطمه. الو. ايوه يا فاطمه. ايوه دكتور. عايزه اعرف برج 22/9 99 99. عايزه تعرفي ايه يا فاطمه؟ اعرف البرج. عايزه اعرف برج ايه وتفاصيله. انت مرتبطه ولا لا؟ متجوزه. طب برج جوزك؟ نسيان. نتكلم عنك بقى يا فاطمه. انت يا فاطمه انت برج العذراء مع برج الميزان. شخصيتك واقعه بين الاثنين عذراء وميزان. سنه ميلادك معاكي حاجه اسمها كمان الحوت. بمعنى هفهمهولك ان انت شخصيتك ما بتحبيش المشاكل. سامعاني؟ لا مش سامعه حضرتك. طيب كده سامعاني كويس؟ شخصيتك انت ما بتحبيش المشاكل. بتحبي تساعدي الناس برغم ان يعني برغم ان انت بتبقي قاعده ممكن خيرك كفشارك بس برضه فيكي طبع اللي انت بتحبي تشوفي ايه اللي حصل. بتسامحي بسرعه برغم ان انت بتتخدعي بسرعه. فعلا صح. برغم ده كله بتحاولي تمسحي ده كله وترجعي تقولي لنفسك ايه لا معلش ربنا كبير. لان انت فيكي نوع ان شخصيتك ترابيه. فيكي النوع اللي انا بحب ادي حتى كله محسوب عند ربنا. ودي دايما كلمتك. برغم ان انت سنك صغير بس مش عايز اقولك انت شفت ايه. شفت كتير. سامعاني يا فاطمة؟ ايوه. انت شفت كتير برغم سنك صغير بس شفت كتير. قايله لنفسك انا ما بقتش عارفه اتعامل مع فلانه. مش عارفه اتعامل مع فلان. لا بس بقيتي بجد السنه اللي احنا فيها دي هتبداي تقولي لنفسك انا هقف انا هشوف انا عايزه ايه. هبدا جديه بقى في ان انا اشوف حبيبي واشوف عدوي وابدا اشوف انا عايزه ايه. لان انت عندك فصلت ناس كتير من حياتك. مش معنى فصلتيهم ان انت قطعتيهم. لا انت بدات تحط حد. سامعاني يا فاطمه؟ فالسنه الجديده سنه التنظيف بقى. ان انت تبداي تروقي كده وتشوفي انت عايزه ايه وهتعملي ايه. ان برج العذراء اول برج عندي نجاح تالق صحه بيسعى انه تغيير لنفسه. برج العذراء. فعندك السنه الجديده هي السنه بتاعتك لبرج العذراء.
فعندك التغيرات دي حلوه ليكي، فحاولي تستغليها السنه دي ان شاء الله. وطمنينا عليكي يا فاطمه. ماشي. استاذ محمد. ايوه يا فندم. استاذ محمد كل سنه وانت طيب. انت حضرتك طيبه. انت طيب. حضرتك كنت انا 18/7/97 18 اسال عن الحاله العاطفيه وظروفي في الشغل وفي مستقبل الشغل وكده معايا. 18/7 سنة كام؟ 97 94 97 97. أنت يا محمد بتشتغل إيه؟ شغال في شركة موارد. طيب أنت فكرت في سفر السنة دي أو حاولت تفكر في سفر؟ يعني سفر خارج مصر مثلا؟ آه. لا. طب أنت دلوقتي المفروض إن برج السرطان عندنا في عنده تعاقد وفي عنده سفر، لو أنت فكرت في الموضوع ده ممكن يحصل. ففي سفر، في تعاقد، في انجازات، في تغيرات، في نفسك انت هتلاقي نفسك بتقول ده اه وهتلاقي نفسك تقول ده لا فجأة كده. طب يعني ما ينفعش التعاقد والتغيرات دي تبقى داخل مصر مثلا مش خارج مصر؟ لا ممكن، ما بقول لك تعاقدات داخل مصر، لكن لو سفر هيبقى في سفر. لا ان شاء الله داخل مصر ان شاء الله باذن الله. بس يا ريت تطمنا ان شاء الله يا محمد. طب ان شاء الله حاضر. بس الحالة العاطفية، الحالة العاطفية للأحسن، بس في حاجة، أنت مرتبط؟ أنا مفشكل من شهر 3 اللي فات، عشان كده سألتك، لأن برج برج السرطان كان في عنده حالة نفسية في العاطفة، مش عايز أقول لك كانت مخيمة عليك لغاية فترة قصيرة قوي الفترة اللي فاتت، فبدأت إن أنت ممكن ترجع للقديم وممكن ترجع للجديد، أنت اللي هتختار. أيوة أنت هتختار. أنا حاولت أرجع للقديم بس الظروف مش مسامحه. بس انت عايز ايه؟ انا يعني انا بحبها والله. طيب ما عشان كده بقول لك ممكن ترجع للقديم، بس خلي بالك هي برج ايه؟ هي بقى هي 30/11 30/11 برج القوس. طب سنة كام هي؟ ولا مش فاكر؟ ايه؟ سنة كام؟ سنة 97 برضه معايا. طيب خلي بالك ان فعلا ممكن يحصل رجوع. ممكن يحصل رجوع؟ اه كبير جدا، لان انت فعلا هتقف قدام ناس كتير وهتقف قدام نفسك وهتشوف اللي انت عايز تعمله اول مره، هتقف قدام نفسك يا برج السرطان، لان برج السرطان لاول مره مش هيتردد. ان شاء الله خير. واطمنا عليك يا محمد. حاضر تمام. طب كنت عايز اسال عن اختي مثلا، اختي 2/8/96 كام؟ 2/8/96 2/8 اه بالنسبه للدراسه والارتباط وكده. ده اخوك؟ اختي. اختك 2/8 اه. برج الاسد تاني برج عندي في الابراج الناجحه جدا، برج الاسد هتبدا في فعلا في الارتباط في حاجه حلوه من اول السنه لاخرها ان شاء الله خير. وخلي بالك هي تعرف، هتلاقي نفسها عندها قوه. اه هتلاحظوا انها بقت قويه هي. لا بقى بزياده كمان، في زياده عندها في القوه. فده حلو، لان هتقول عليا وعلى اعدائي، واحنا متفقين ان برج الاسد هيقول عليا وعلى اعدائي ان شاء الله خير. فده كويس ان شاء الله. وطمنوا عليك يا محمد. وبالنسبه للدراسه ليها ايه؟ بالنسبه للدراسه لا، ده بقول لك هي ما شاء الله الدراسه عندها من اول السنه لاخرها عندها انجازات، وفي عندها حاجات كويسه جدا 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 لنفسها، وتبدا هي تحط النقط على الحروف، هتبدا تطلع السلم وهي مرتاحه مش محتاجه اسانسير، لان هي واثقه وطالعه سلمه وهي عارفه عايزه ايه. وهنقول اتصال ام مكه. اهلا، ازيك يا دكتوره؟ وحشانه يا ام مكه. انت كمان والله. يخليكي يا حبيبتي. بعد اذنك عايزين نعرف التوقعات السنه دي. عيوني. انا 5/7/93 93 وجوزي 15/5/95 ايوه، وبنتي 8/12/2017 كل سنه وهي طيبه وانت طيبه. 5/7 برج السرطان يوم مكه. اه السرطان عندي السنه دي اللي هي سنه 2019، احنا خلاص بقى يعتبر احنا في اخر سنه 2018، سنه 2019 في عندك بالعكس في عندك انجازات حلوه جدا، وزي ما قلت هتبدأي تقفي قدام نفسك للأحسن. يعني القلق اللي كان فيه، المشاكل، حرقة الدم، الأسلوب ده كله ده هيتغير معاكي،
هتلاقي نفسك عقلك كبر للاحسن مش صغر، لا بالعكس كبر. أيوة. برج الثور اللي هو 5/5 انا بحذره. أيوة. بس انه ما يست... ما حدش يستفزه. 15/5 15/5 برج الثور. ايوه انا بحذره ان هو ما حدش يستفزه، لو حد استفزه. أيوة. يكون بارد شويه. طب وطي التلفزيون شويه ومكه كده عشان اسمعك. ماشي اتفضلي يا دكتور. بقول لك هو برج الثور مشكلته عشان نتكلم بصراحه ان هو اي حد هيستفزه هيكون بسرعه بيستفز، هو ما كانش طبعه كده، بدا ان اي حد يكلمه في اي حاجه تلاقيه عصبي. ايوه فاهم. هتلاقيه ياخد اموره وهو شادد اعصابه مش مرتاح. ايوه في تغيرات عنده غريبه، فانا بقول له لا يا طول برج الثور اهدى شويه بقى، لان انت عندك النص الاولاني فيه قلق شويه، بس هي امور وهتعدي. وانا عايزاه ان هو يشوف، لان هو حاسس نفسه ان هو كان في مكانه بدا ان المكانه تقل منه. كان بيعمل حاجه بتروح منه، عشمه في حاجه ما بيلاقهاش، وخصوصا في الشغل، انا بتكلم على الشغل. فكل ده الشهرين تلاته الاولانيين، وبعد كده اموره هتتحسن وفي فلوس وفي دخل، هو هيبقى فرحان وزعلان بس ده هيعدي ان شاء الله. اما مكه 8/12 برج القوس، ربنا ان شاء الله يسعدها لك سنه حلوه. ومكه اصلا خليك. هي اللي مغيره لكم حياتكم، هي هتغير لكم حياتكم، كفايه ضحكتها وشقاوتها. ربنا يخليك. وهي مختلفه جدا عنكم، وده مش وحش، بالعكس ده في حاجه كده زي تتحط كده حاجه مسكره في النص، فربنا يخليها لكم يا رب. وطمني عليكي ام مكه على طول. ربنا يخليك. متشكره جدا. ماشي يا حبيبتي. معانا اتصال نقول الو. الو. ايوه سامعاكي. ام ادم معاكي. ام ادم ازيك؟ كويس الحمد لله. عامله ايه يا ام ادم؟ كويسين الحمد لله. الحمد لله. قولي لي. جوزي مواليد 2/3/1992 وانا 13/3/1996. انتوا الاثنين برج الحوت؟ انتوا الاثنين برج الحوت. عايزين نعرف التوافق بيننا، يعني ايه والحاله الماديه وكده. انا ما انكرش ان الحوت مع الحوت مش وحش، بس احيانا بيبقى فيه ملل. احيانا انت عارفه الاثنين قاعدين جنب بعض ساكتين، احيانا بيبقى لكم فتره انتوا ساكتين. سامعاني؟ انا مش سامعه قوي في التليفون، ممكن اسمع من التلفزيون. طيب اسمع حضرتك. اسمع من التلفزيون. ماشي خلاص، انا خدت تواريخ، اسمعنا من التلفزيون. ماشي حاضر. ناخد اتصال ونرجع تاني. ام ادم مروه. الو. هيا مروه ازيك؟ الحمد لله. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. قولي لي تاريخ الميلاد. 26/8/86. 25/8. 26/8. ايوه. سنة كام؟ 86. 86. تسأل عليا يا مروة؟ ايه العاطفة العمل كده يعني. انت مرتبطة ولا لسه؟ لا لا. حاضر. عينيا يا مروة. تسلم. شكرا. ماشي. ام ادم زي ما قلت لك يا ام ادم، مشكلتك الاساسيه ان انتوا الاثنين برج الحوت، احيانا الاثنين بتحسوا بملل شديد يا مستفزين جدا لبعض، ودي مشكله كبيره جدا بينكم وبين بعض، وده بيخليكوا انتوا مش عارفين انتوا عايزين ايه، فده بيخلي من نفسيتكوا تعبانه من بعض، والحوت خصوصا تعبان الفتره دي، فما تزوديش التعب وتحاولي على قدر الامكان تيجي على نفسك شويه وتعدله شويه وهكذا، لان الحوت طيب. احمد من القاهره. الله داخل على البرنامج. الو الدكتور. اي احمد سامعاك. ازيك؟ الو. ايوه يا استاذ احمد سامعاك. الو ازي حضرتك يا دكتور؟ للسمع. الو. ايوه دكتور ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. انا مواليد 11/10/93. 11/10/93. ايوه ده برج الميزان. ايوه برج الميزان. عايز تسال عليا يا احمد؟
الو، ايوه عايز تسأل على ايه؟ سامعاك. الو، خط قطع، هنجاوبك يا احمد. مي، الو يا مي، هنستناكي تاني يا مي. زي ما قلت لك يا ام ادم تمشي على كده، عشان انت مشكلتك ان رغم ان سنه الميلاد متفقين جدا والشهر متفق جدا واتفق بينكم وبين بعض من عدل 85%، بس لازم ان انت تعدي مرحله الملل اللي هي داخله على برج الحوت. مروه 26/8/86، ابشري يا مروه، انت معاكي برج العذراء اللي هيبدا يعرف نفسه فعلا، السيدة يقف على رجله ويتكلم بقى بصيغه انا عايز ايه. فانت السنه دي ان شاء الله ربنا هيكرمك، ان السنه حلوه جدا وفيها ارتباط حلو، وليت تبشرينا ان شاء الله اول ما يحصل باذن الله. عندنا احمد من القاهره 11/10/93، احمد برج الميزان، ومعاه حاجه اسمها برج الديك الصيني وخطوط العذراء. بمعنى يا احمد ان انت بتعرف تحل المشاكل، انت عندك الميزان، بتقدر انت توزن فعلا طريقه كلامك وكلامك. لو انت عايز تسال كعاطفه، لو انت مش مرتبط في ارتباط، لو انت في الشغل في تحسن ان شاء الله احسن من السنين اللي عدت. معانا اتصال، محمد، استاذ محمد. الو استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ كل سنة وانت طيب. كنت عايز اسأل على، قولي، كنت عايز اسأل على 7/1/94. ايوة. وكام؟ وخطيبتي 28/5/2000. 2000، يعني هي برج الجوزاء وانت برج الجدي. سامعني يا احمد؟ سامعني يا استاذ محمد؟ الو، انت برج الجدي وهي برج الجوزاء. تمام. مشكلة الجدج انه بيجي على نفسه شوية. الو، ايوه سامعاك. تمام. بقول لك مشكلة برجك ان انت بتيجي على نفسك شوية. عشان تعدي امور كتير. تمام. برج الجوزاء احيانا هي مشكلتها انها متقلبة شوية. التقلب ده بيبقى ساعات لصالحك ومش لصالحك. بصراحة. تمام. انا معاكي في توافق، لكن احيانا انت بتزعل من حاجات وبتعديها. بتزعل وبتعديها، بتلاقي نفسك ان انت اجعلك فترة الشهر اللي فات، بخصوصا الشهر اللي فات عندك حيرة. ما انتش مرتاح. صح. وبدأت اللي انت دماغك اشتغلت، بتبقى انت قدامك مش مرتاح، بتبدأ اللي انت بتعكنن على نفسك. انا مش مرتاح، انا حتى في شغلك واقف مش مرتاح، نفسيتك مش مرتاح، صحيا مش مرتاح. هتلاقي نفسك اللي انت حتى اكلك وشربك ما باكلش، انا باكل عشان اعيش بس، لكن انا مستطعم اكل مستطعم حياه؟ لا، بسبب ان انت كل ما تغير منها حاجه هتلاقيها هي الحاجه رجعت تاني من الاول خالص. سامعني يا محمد؟ تمام. فمش معنى كده، لا، انا عايزاك ان انت الجدي ما تجيش على نفسك، تحاول تقعد وتحاول انت الراجل تحاول. طب كنت عايز اعرف السنه دي ايه؟ الجدي السنه دي ان شاء الله باذن الله في تغيرات للاحسن كتير، لكن برج الجوزاء مشكلتها ان عندها هيبدا. كنت عايز اعرف السنه دي ايه؟ ايوه، ما انا بقول لك برج الجوز، برج الجدي هيبدا للاحسن، في احسن كتير. ده بالعكس اسمها سنة التفاؤل، سنة الثقة بالنفس. انت عندك تفاؤل جاي، اللي عدى عدى بقى، اللي جاي احسن، خليك في اللي جاي، في شغل احسن من الاول. العاطفة تبدأ تتظبط عندك انت، هتشوف انت عايز ايه. مش معنى العاطفة تتظبط انها ممكن تصلح، لا، هتصلح للاحسن. يعني اللي انت هتكرره هيكون للاحسن ليك.
هتلاقي نفسك الفترة اللي جاية واقف على أرض ثابتة، أنت برج ترابي، وهتبدأ تقول أنا تعبت كتير، لأ أنا هصلح من نفسي، أنا أول مرة هبص لنفسي في المراية هشوف أنا عايز إيه، أنا تعبت بقى، لأن أنت كشخصية ما بتحبش المشاكل، بتكتم جواك، بتكتم جواك لدرجة اللي أنت في كتير يقولك أنت شخصية باردة، لا أنت مش بارد، أنا بستبرد عشان ما أحاولش أعمل مشاكل. سمعني يا محمد؟ وان شاء الله اللي جاي احسن يا محمد، وطمنا عليك. تمام. طب كنت عايز اعرف وهي برضو يعني هي السنه دي ايه برضو؟ لا هي السنه دي في حاجه، في نقطه هي هتقرر اذا كانت هي عايزه ان هي تكمل مشاورها من غير اي من غير مشاكل، ولا هي هتقرر ان هي هتديني فيه مشاكل في برج الجوزاء في اول السنه. فانا بقول لك عشان تبقى انت اخد بالك ان الجوزاء هيبقى فيه زي شد وجذب، وهي من عندها هي مش من عندك انت، هتلاقي نفسها اذا كنت عايزه اكمل او مش عايزه اكمل، بس ده واضح معاها هي، هي شوف هي عايزه ايه، بس كده كده بقت السنه عندها سواء بانها تكمل او ما تكملش في حاجات حلوه داخله لها، في تغيرات عندها للاحسن، بس يا رب ان شاء الله تكون تكمله على خير باذن الله، وتحاول انت على قدر الامكان تهدي اعصابك شويه عشان الامور تعدي. ماشي يا محمد؟ شكرا يا دكتور، وطمنا عليك. هنكمل برج العذراء مع الابراج التانية، نشوف العذراء هيعمل ايه. العذراء مع الحمل، عذراء ترابي، الحمل مائي، الحمل ناري، الحمل متسرع، جواه طفل، العذراء جواه طفل اكتر منه، ده دماغه ناشفه وده دماغه ناشفه، طب ينفعوا مع بعض؟ هيبقى صعب جدا مع بعض. معانا اتصال مها. الو، الخط قطع، هنستناكي تاني يا مها، شكرا لاتصالك. فهنقول بقى العذراء والحمل، صعب الناري مع الترابي لان الاتنين بيستفزوا بعض، والحمل خصوصا مع العذراء بيبقى صعب جدا لان الحمل عايز اللي يرضيه والعذراء عايز اللي يرضيه، هنجيب لهم مين تلات يرضيهم؟ فصعب الاتنين مع بعض. طب لو قلنا العذراء مع البرج الثور، ده ترابي وده ترابي، العذراء بيحب الاهتمام والثور بيحب يهتم بالعذراء، لان الثور ماشي بخطوات تقليدية، فهيريح العذراء في كده. ازاي؟ انا عايز اكل الساعة كذا بيبقى الساعة كذا، انا عايز اشتغل للمرحلة دي هشتغل المرحلة دي، فالاتنين مريحين بعض في كده. معانا اتصال. ايمان. الو. الو، ازيك يا ايمان؟ الو، ايوه يا ايمان سامعاكي، ازيك؟ الحمد لله بخير. حضرتك اللي عامله ايه؟ شويه الحمد لله حبيبتك، وسام طيبه، عم سعيد على حضرتك. سامعاكي. انا كنت عايزه اقول على جوزي. ايوه. 28/7. ايوه. 83. 83 بس. انا كنت عايزه اقول على جوزي. 28/7. ايوه. التلفزيون شويه يا امان. وانا 11/1. ايوه. 87. 87 قاعد تسألي على ايه يا أمان؟ خط قطع، أكيد على السنة الجديدة. 28/7/83 ده الزوج، و 11/1/87 سنة الميلاد بينكم وبين بعض فيها توافق كبير جدا، وأنت دايما شايلة هم برج الأسد، برغم إن الأسد أول ما بيشوف نفسه ما بيشيلش هم حد، بس أنت شايلاه. أنا ببشرك إن برج الأسد من الأبراج الناجحة جدا 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 معانا، وتبدا ان شاء الله تبدا من اول السنه لاخرها، وزي ما قلت لك هو يحط نفسه ويقول لنفسه انا ثم انا ثم انا، ده مش انانيه، لا ده حب نفسه بقى، كفايه ان هو مرمط نفسه السنه اللي فاتت في 2018. انت هتهدي لان انت شايله همه، فده بيخليكي انت مش مرتاحه عشان انت شايله همه، لا انت ان شاء الله في راحه عندك، في انجازات عندك، في نفسيه، وده اهم حاجه عندي، لكن خلي بالك من الصحه يا برج الجدي. معانا منى. ايوه يا منى.
ايوه ازيك يا منى؟ الو ايوه يا منى سامعاكي. الو ايوه سامعاكي. الو الو ايوه ايوه يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. الو وانت طيبه. كل سنه وانت حضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه. ايوه انا 1/8 ايوه 55 تمام. عايزه اسال عن الصحه. حاضر. عن الصحه في 2019 خلي بالك انت برج الاسد مهما وقع. عايزه اسال عن الصحه. سامعاكي. انا بقول لك انت برج الاسد مهما بيقع بيقوم تاني اقوى. أيوة. من الاول. سامعاني يا منى؟ ايوه ايوه سامع حضرتك. انت بتقومي. انا بقع لكن لما بس بقع بقالي كام سنه تعبانه كده. ايوه السنه دي تعبانه 2018 كانت تعبانه جدا وزي ما انا قلت بيلبس طرابيش كل ما يلبس طربوش يلاقي طربوش يلبس طربوش يلاقي طربوش تاني وقع يحط ده يلاقي ده بدا ان هو يمل بدا بيستني الاخبار يقول ها ربنا يستر في ايه جديد تاني نفسيا تعب. وقع على فكره الاسد لاول مره يجي له وعكات صحيه كتير كده يا رب. بس كل ده هيعدي بقى خلاص يا منى خلاص. المفروض بقى ان انت بقى تبداي الجديد من نفسك. المفروض ان انت عندك حاجات هتشتريها حاجه هتعمليها. بقالي كام سنه. ايه بتقولي يا منى؟ يا رب. علي صوتك شويه. عايزه اخف بس من التعب هتخسي. اللي انا فيه مش عارف. هتخسي. الصحه بس الصحه والصحه أهم حاجة. الصحه للاحسن الفتره الجايه. الصحه بس. اما بقول لك الصحه الفتره الجايه احسن يا رب. لان انت هترتاحي نفسيا فالصحه هتتحسن يا رب. وطمنا عليك يا منى دايما وكل سنه وانت طيبه. مع السلامه يا منى. هنكمل بقى برج العذراء مع برج الطور بس بعد الفاصل. ورجعنا تاني نكمل برج العذراء بس ناخد اتصال اول وبعدين نرجع. فاطمه الو. ايوه تمام. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله تمام. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله تمام استاذ الحمد. كنت عاوزه اسال حضرتك عن بوبا 29/9/65. 24/9 29/9/65 95 65 65 كنت عاوزه اسال بس عن الصحه والنفسيه والشغل. والنفسيه والشغل. الصحه. انت برج الميزان. نعم. انت برج الميزان. ده بابا. باباكي 29/9/65 رجل الميزان. رجل الميزان مشكلته انه بيحاول يرضي اللي حواليه لكن هو تعبان. لكن لما بيتعب قوي بيبان عليه. مشكلته التانية والاهم ان هو شايل هموم جاية. تمام. ما تعرفش بقى ممكن يكون شايل هم جهاز حد هيجيب له حاجه. هيبدا في مسؤوليه عند برج الميزان. مش معنى كده ان حاجه وحشه لا بالعكس هو جاي له فلوس كويسه في حاجه هتبدا تتظبط معاه لكن هو كان يعني فترته كانت تعبان الفتره فيه كان تعبان هيبدا ان هو يصلح. لكن الميزان عنده هموم شايلها يعني مش هدوم نفسه هموم غيره. لان هو بيبقى يعني عايز هو زي الصندوق مش من السهل تلاقيه بيتكلم تلاقيه كتوم اللي جواه كتوم 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 لغايه ما بيفيض بيه ويبدا ان هو بينهار بيتعب بيبان عليه جدا سواء فرحان او زعلان. برج الميزان من الابراج اللي بيبان عليها جدا جدا جدا. فانا بقول له ان شاء الله النفسيه هتبدا تتصلح معاك. بس طب والعمل؟ والعمل هيبدا ان هو يتصلح. انا عارفه ان العمل راكد عند برج الميزان حتى لو هو بيشتغل هتلاقيه واقف في اموره مش حلوه. اللي جاي متاخد ولو حاجه بتيجي اصلا الفتره دي ما فيش فتره واقفه مع برج الميزان. لكن السنه الجديده لو نتكلم عنها في احسن كتير وخصوصا بعد شهر 2 هتبدا امور تتحسن للاحسن مش للاسوء.
وبعدين هو بقاله انا زي ما اتكلمنا قلنا الميزان بقاله 7 سنين الكوكب بتاعه كان واقف ما فيش فيه جديد ما فيش فيه تغيرات بيلاقي نفسه اللي جاي رايح اللي جاي رايح اللي جاي رايح فجاه تلاقى نفسه زي الحصان اللي يجي عليه وقت خلاص انا تعبت انا انهارت تمام ففي جديد في جديد بس ان شاء الله يحاول يساعد نفسه انه يرجع تاني بقى يثق في نفسه وهو تعبان تمام. فهو لو سمعنا انا عايزاه يقوم عشان خاطركم ان هو يقوم لان كلكم دلوقتي عن كلكم في حلقه واحده انتوا حاسين بتعبه ونفسيته وعدم اللي هو فيه وعدم الدخل اللي هو فيه فانا عايزاه يقوم لان قومته ان شاء الله في السنه الجديده قومه كويسه قومه حلوه لنفسه كمان في تغيرات عنده للاحسن مش للاوحش يعني ما جاش على 7 سنين ويجي على السنه دي يقول لنفسه كمان لا انا عايزاك تقوم عايزاك تحاول حتى تشم هواء تشم نفس تغير جو تعمل اي حاجه فيها حاجه لنفسك ماشي طب ماشي ممكن اسال حضرتك سؤال تاني ايوه طب انا 2/8/96 96 اسال على ايه كنت عاوزه اسال عن الدراسه والحاله العاطفيه شوفي يا ستي برج الاسد انا ما انكرش ان الحاله العاطفيه لو كان في حاجه عاطفيه كان فيها شد وجذب لو كان فيه لا ما فيش ارتباط اصلا طب الحمد لله الارتباطات بقى في 2019 في ارتباط فعلا حب العمر في حاجه جديده ليكي هتخليكي تقولي لنفسك هو ده لان انت اول مره هتختاري بين العقل والقلب مش القلب بس هتلاقي نفسك اللي انت بتختاري شريك الحياه اللي انت كان نفسك فعلا هو ده لما يكون حاجه متعانه لك باذن الله في حاجه كويسه جدا جدا انت هتقولي لنفسك هو الحاجه دي اللي مستنياها الحاجه دي انا بدور عليها الدراسه اول سنه لاخرها ان شاء الله في حاجات حلوه للدراسه هتلاقي نفسك لاول مره بتمسكي قلمك وانت فاهمه مش حافظه انا عايزه اعمل ايه وخصوصا في بدايه السنه الجديده تمام وفي ناس في حياتك هتبداي تواجهي معاهم هتلاقي نفسك فجأة اللي انت كبرتي في العقل بتتكلمي معاهم بكل ثقة هتلاقي عندك لما الثقة يعني السنة دي سنة العذراء وسنة الأسد وسنة الميزان وكمان سنة القوس معانا وفي أبراج تانية هنبدأ نقولها برضو وفي أبراج تعبانة هنبدأ نقولها تصلح نفسها ازاي عشان ما تحسش بالتعب ده وانت من الأبراج الناجحة جدا ماشي شكرا تعبت حضرتك معايا لا ما تقوليش كده يا حبيبتي يا تحت أمرك منوراني هنكمل العذراء مع برج الجوزاء وهل يجوز العذراء مع الجوزاء اكيد طبعا في ناس مرتبطين بالعذراء والجوزاء ده اكيد بس انا بتكلم في العيوب والمميزات وازاي ان احنا نحافظ على البرج ده لو انا مرتبطه بيه العذراء زي ما قلنا ترابي والجوزاء هوائي الجوزاء متعدد الشخصيات العذراء واقف على ارض ثابته مش عايز يحس ان البرج اللي قباله ده برج متغير الجوزاء مشكلته انه بيحب التجديد فتلاقي الاتنين لو هما مع بعض تلاقيهم عاملين زي نقر ونقير ده حاجة بيحلم باحلام تانية انا هوائية انا عايز اخرج انا عايز اروح انا عايز اجي برج العذراء ما بيحبش الخروج دايما لنفسه بس مع اصحابه ماشي لكن معاكي مستحيل تلاقيه نادرة حاجة نادرة فحاولي اللي انت على قدر الامكان تفهمي العذراء ويا عذراء افهم الجوزاء عشان تعدوا النمط اللي بينكم وبين بعض معانا اتصال الو الو شيماء وطي التلفزيون شويه يا شيماء وطي صوت التلفزيون ايوه يا فندم معاكي يا شيماء كل سنه طيبه انا عايزه اعرف برجي وبرج خطيبي حاضر قولي لي وطي وطي من التلفزيون عليكم السلام يا فندم قولي لي حاجه سامعاكي انا اليوم اللي انا اتولدت فيه 11/7/86 ايوه وخطيبي 24/4/71 برج الطور وبرج السرطان حاضر حاضر هقول لك من التلفزيون يا شيماء اسمعينا مروه إيه انا عايزه اسال على برج اخويا بس 21/5/93 93 ايوه
العمل. العمل. حاجة تانية يا مروة؟ لا شكرا. ماشي حبيبتي. هنتكلم على شيماء اللي هي 11/7/86 برج السرطان ومعها حاجة اسمها برج النمر، شخصية قوية. 24/4/71 برج الثور ومعها حاجة اسمها برج الخنزير الفلسطيني، معناه انه شخصيته شخصية طيبة بس عنده تغيرات في سنة 2018. ايه التغيرات؟ في تغيرات، هيلاقي نفسه ان هو متغير، مش عارف هو عايز ايه. اتصال فاطمة. الو الو، وطي التلفزيون يا فاطمة عشان اسمعك. ايوه ايوه يا فاطمة سامعاكي. ايوه مع حضرتك. اي يا حبيبتي، كل سنة طيبة. وطي التلفزيون بقى شوية. تمام. ايوه كنت عايزة اسأل على جوزي. ايوه كام وحضرتك طيبة. هو الصوت بعيد خالص. طب قولي سامعاكي عشان التليفزيون عالي. هو 1/2. ايوه. 3/81. 81. حضرتك كده سامعاني كويس؟ اه كده كويس. تمام. هو 1/2. 1/2 81. ايوه. وانا 1/12/92. تمام. واختي 1/20/8/86. ايوه. وجوزها 25/6/84. 84. تمام. عايز اسال عن السنه الجديده طبعا. اه طبعا السنه الجديده. كل سنه وعن الشغل وكده. حاضر. شكرا. ماشي يا حبيبتي. زي ما قلنا برج السرطان وبرج الطور، الابراج دي في توافق كبير بين الاثنين، لكن في تغيرات في برج الطور. حاولي يا برج السرطان تحاولي تتغاضي عنها، او تحاولي فهمي بس بهدوء، لان هو مش عارف هو في ايه. هو احيانا هو مش عارف يركز في حاجه. فالسنه الجديده عندك انت مبشرات حلوه جدا جدا جدا، وعندك ثقه في نفسك اكتر من الاول بكتير. وهو كذلك مشكلته بقى الاساسيه ان في حد هيبدا يستفزه، يا رب ما يكونش انت، لان في استفزاز هيحصل. هو هيبدا يتغير وهيبدا يرد، هو طبعه صامت بس هيبدا يرد. فانا بقول له لا، خليك صامت زي ما انت، حاول تمسك نفسك شويه، في عندك تقلبات في شغلك بس كل ده هيعدي للاحسن باذن الله. وانت مباشراتك حلوه جدا جدا يا شيماء، وان شاء الله في خير. مروه 21/5/93 بتسال عن الشغل. ايوه يا مروه، انت واخده من برج الثور، وعشان كده الثور في الشغل مش عارف، في التقلبات عنده، بس هيبدا يتغير للاحسن بس على دخول الصيف. مش عايز اقول لك الربع الاخير، بس في دخول الصيف ان شاء الله للاحسن. الو دنيا. السلام عليكم. ازيك يا دنيا؟ تمام الحمد لله. انا تاريخ ميلادي يوم 4/5، وليا صديقتي يوم 17/5. انا عايزه اعرف برج ايه. 4 ايه؟ 4/5. سنة كام؟ 17/5. 17/5 سنة كام؟ واختي اللي كلمتك اللي اسمها شيماء علي. ايوه. هي مخطوبه دلوقتي، هل في مشاكل هتحصل وتعطيل في جوازها ولا ايه؟ طب اديني تاريخ ميلادها. تاريخ ميلادها يوم 11/7. اللي هي 4 اللي هي 86. 11/7/86. وانت سنة كام؟ انا 2001. 2001. اه. ما هو مشكلة اختك شيماء لسه بقول لها دلوقتي ان مشكلته ان هيبقى فيه هيستفز من حد. قلت لها يا رب ما تكونيش انت، لان هو هيقف على الواحدة، ما كانش طبعه في الاول. تغيراته يعني هيبقى فيه تغاضي، فعشان كده بقول لها تغاضي. يعني فيعني ايه تغاضي؟ يعني كبري الدماغ. هو فعلا في مشاكل مع خطيبها، مع بابايا وخطيبها وكده. ما في مشاكل، لكن هي لو عايزة الشخص ده تبدا انها تتغاضى، لكن لو هي فعلا حاسه بعدم الارتياح تبقى هي تبدا السنه بانها تحاول ان هي تبداها من اول وجديد مع نفسها، جديد في جديد، زي ما احنا مسمين برج السرطان، جديد في جديد. يعني هيحصل لها زواج قريب ولا هي دلوقتي اختك عايزه الشخص ده؟ لا هي عايزاه، متمسكه بيه. طب حلو، يبقى خلاص هي دمها برج السرطان ناجح معايا، يبقى اللي في دماغها هو اللي هيتحقق.
يبقى اللي في دماغها صح هو اللي هو اللي هيتحقق. وتطمنا ضروري شيماء، تطمني باذن الله. خلاص ماشي. وانا بقى انت بقى تسالي على ايه بالظبط يا دنيا؟ انا بقى عايزه اسال عن شخصيه البرج بتاعي، وهيحصل لي حاجه كويسه عن قريب ولا مشاكل ولا ايه بالظبط؟ انت برج الثور. الثور مشكله راجل الثور وست الثور اللي انت جالك السنه دي، انت ما انتش عارفه انت عايزه ايه. انا السنه دي مش عارفه انا عايزه ايه خالص. يعني خالص. احيانا بتقولي لنفسك انا عايزه كده، لا مش عايزه ده، لا انا عايزه ده، وكانش طبعك ده خالص. انت كان طبعك لما بتعوزي حاجه بتصممي على دماغك هي دي من غير اي تردد. لا لا، اكتشفت نفسك اللي انت فيه تردد، واحيانا ما انتش مبسوطه حتى لو انت هتعملي حاجه حاسه ان هي حلوه ليكي، تاني يوم بتغيري رايك. فكل ده عادي خالص. كل انا عايزاه منك اللي انت تبداي تبصي لنفسك، انا هبقى ازاي، انا للاحسن هيبقى ازاي. انت مخك كبير يا معروف عنك يعني يا دنيا. بالنسبه لبرج الثور السنه دي انا هيبقى كويس السنه الجديده، وهيبقى في حاجه يعني دي حلوه ولا هو انت تحاولي تكوني زي ما انت كده، تلاقي نفسك في استفزاز، في حد بيحاول يغيظك، في حد من اصحابك بيحاول يقلقك، تبقي صامته. مش معنى ان انت تبقي صامته انت ضعيفه، لا، ان انا هسكت عشان اكبر دماغي، ما تستاهلش. لو عملت مشكله هتكبر معاكي. طب انا ممكن اسالك طيب على سؤال تاني؟ معلش انا اسفه. قولي لي يا حبيبتي. طب انا عايزه اعرف برج اخويا يوم 10/2. اخوكي 10 86 86؟ اه اخوكي 10/2. اه طيب، ما هو برج الدلو. دلو هو تعبان في شغله؟ فعلا شغله اليومين دول واقف معاه ومتعطل جدا. ما هو فعلا، وهيحس ان شغله ده لو هو ما كملش في شغله في حد تاني هياخد مكانه. حد هياخد مكانه لو هو ما راحش شغله ده. طب هو بالنسبه لمراته اللي هي حامل والشهر ده يعني هتولد وكده، فهيبقى السلام. في رزق جاي له على وش المولود ولا هو ان شاء الله يحاول؟ هو المولود هيتولد امتى ان شاء الله؟ هيتولد في شهر واحد، يعني في اول واحد كده، الا في نصه. هو ان شاء الله باذن الله خير، بس احنا طالبين منه ان يقوم ويركز، لان الشغل معاه الايام دي حاسس بملل، حاسس ان انا مش عايز اروح، انا تعبان، انا ملان، كل حياته فيها ملل. ايوه عنده كسل جدا. لا، ما هو ده الكسل ده غلط، وبعدين في مولود جاي، يعني في مصاريف. فهو لازم هو اللي يغير من نفسه. البرج مش هيغيره، مش معناها ما اقول لك تعبان يبقى تعبان، لا، طب ما انا تعبانه هاخد دواء عشان اروق، مش اقول لنفسي انا تعبانه، انا بموت، انا مش نافعه، يبقى انت كده، انا كده بتخسر نفسك. وهو لنفسه، يعني هو لازم يقوم، لازم يشوف هو عايز ايه، لازم يغير من نفسه. ما هو لو ما امشي وشوف نفسه، المولود اللي جاي ده يبقى في مسؤوليه مين؟ مسؤوليته هو. فلازم يشوف موضوع شغله ضروري، عشان موضوع شغله هيبقى فيه حوارات ملهاش لازمه الفتره الجايه. طب معلش بقى هتعبك معايا، قولي لي. اخويا التاني يوم 24/4/81 71، انا اسفه، 81 71 ده اخوكي؟ اخويا الكبير. طيب وده خاطب. خاطب برج ايه؟ خاطب بنت عمي اللي هي اسمها شيماء. فهمتك. هل هو هيتقدم خطوه قدام بالنسبه لشغله وحياته وكده ولا هو انا عايزاه يحاول يفوق بقى، لانه بقاله سنه واكتر هو مش عارف هو عايز ايه. فعلا بقاله سنه واكتر مش عارف هو عايز ايه، بعد ما كان شخصيته فجاه اتغيرت، ما بقاش حد عارف يكلمه، بقى على طول تيجي تكلموه يا اما من ضرب ومزاجه وحش، يا اما صامت واخد نفسه وماشي. وده بقى مخلي فيه قلق، كلكم قلقانين ليه بتعمل كده وعشان ايه تعمل كده، هو في ايه اللي مزعلك؟ فهو شخصيته لوحده انا بقول له الاستفزاز سيبك. طبعا اكيد في عندكم مشاكل، لان في حد مستفزه ومخليه متغاظ منه على اخره. سامعاني؟ سامعاكي مع حضرتك. وده غلط، لان هو متعرض للاستفزاز، متعرض للمشاكل، حتى في شغله مش طايق نفسه، مش طايق نفسه في حاجات كتير. فبقول له لا غير من فعلا. نفسك. بقول له غير من نفسك يا برج الثور، ده هيجي على هل هو زواجه يعني هيتم
ان شاء الله باذن الله، بس هو منه يعني، هي برج السرطان ما شاء الله برجها حلو، هو بقى منه، فين تغيراته؟ برغم ان هو يعني سنه المفروض يبقى سن ناضج، فين تغيراتك؟ انت عايز ايه تعمله؟ يعني برج السرطان تعبت، هي ست السرطان تعبت. اه فعلا. لان هي شخصيتها شخصيه قياديه، بتحب تدي وكلمتها واحده، ولو في مشكله بتحلها في يومها، هو بقى بيمد المشاكل. ايوه. واللي يقوله يعيده، اللي يقوله يعيده، لا. عايزين بقى يا ريت هو يسمع الحلقه وتقولي له انت كده ما تضيعش برج السرطان من ايدك، لان عايزاك ان شاء الله، ما هي عايزاك ان شاء الله في خير. و17 5 اللي هو 93 ده ماله 17 5 93؟ نعم. اسئله عن ايه 17 5 93؟ ايه؟ عايز تسالي عن ايه في البرج ده؟ يعني هتبقى حياتها كويسه، هيحصل مشاكل معاها الكلام ده؟ لا مش هيحصل مشاكل، بس هو الواضح بس انها تحاول ان هي تبعد عن اي وجع دماغ عشان مواضيعها ما تكبرش، لكن لا عادي هتمر، لان راجل الطور في قلق اكتر من ست الطور السنه الجديده، راجل الطور اكتر من ست الطور، وانت ست الطور. سامعاني؟ اه مع حضرتك. تسألي حاجة تانية يا حبيبتي؟ ربنا يخليكي. منوراني وطمنا عليك على طول، وكل سنة وانت طيبة. هنكمل بقى الطور، هنكمل العذراء مع برج السرطان، العذراء والسرطان برجين من الأبراج كويسين جدا مع بعض. برج السرطان تقليدي وعادته تقاليد، وبرج العذراء تقليدي وعادته تقاليد، فهما الاثنين فاهمين بعض جدا وبيحاولوا يعدوا لبعض، والشخصيتين مهما حصل بينهم استفزاز برضه راجعين لبعض، ما يعرفوش يعيشوا غير مع بعض، لكن مشكلتهم لو حصلت بيحصل زي العكه، لان ميه وتراب بيحصل ايه؟ عكه. طب لو قلنا مع بعض برج، هنسمع سحر وبعد كده نرجع تاني. يا سحر. الو. ازيك يا سحر؟ ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. وانت طيبه يا سحر. انا متشكره جدا جدا على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك يا حبيبتي، انت الاجمل. انا مبسوطه جدا بحضرتك وبالبرنامج. ربنا يخليك يا سحر. من فضل حضرتك يا فندم انا عايزه اسال عن برج الحمل. ايوه. وبرج العذراء. عينيا. من فضل حضرتك انا تاريخ ميلادي 29/3/73. 73. من فضل حضرتك انا عايزه اسال عن كل حاجه. حاضر. تاريخ ميلادك كام؟ وهو كام؟ ميلادي التاني. وانا عايز ميلادي 1/9. يا سحر. ايوه. 29/3/73 اللي هو انت. من فضل حضرتك انا عايزه اسال عن كل حاجه. عينيا حاضر، وايه تاني؟ عينيكي تسلم. وبرج ايه تاني عايز تسال عليه؟ وعايزه اسال عن برج العذراء. حاضر عينيا حاضر يا سحر. طيب هي مع حضرتك عشان هي عايزه تسلم مع حضرتك، احنا معجبين بسيادتك جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي. طيب تعرفيش برج العذراء تاريخ ميلاده كام؟ الو. ايوه يا حبيبتي. وطي التلفزيون شويه عشان اسمعكم. حاضر. الو. ايوه. برج العذراء كام تاريخ ميلاده؟ انا نورهان. ايوه. انا 1/9/2004. وانا واختي توين. ايه؟ 1/9/2004. تمام. حاضر. ماما برج الحمل. انا واختي توأم يعني. انت توأم انت واختك. حاضر يا حبيبتي. اختك اسمها ايه؟ روان. روان. روان ونورهان. مامتك 29/3/73، مامتك برج الحمل الطيب، اللي هي دايما. لا مش مامتي، دي خالتي. خالتك؟ عايز اعرف التوافق بينك وبين خالتك. التوأم. روان ونورهان التوأم. حاضر.
نورهان ونوروان 1/9/2004، الشخصيتين دول تحسي ان هما معاهم حاجة اسمها برج العذراء وبرج الميزان، بمعنى ان هما دايما تحسي ان عقلهم اكبر من سنهم، عايزين يعيشوا كل حاجة، يعني يضحكوا يتبسطوا يجروا يلعبوا جواهم طفل مش هيكبر حتى مهما هما كبروا. الشخصية دي بتحب تحل مشاكلها كتير، بس بطلب منها اللي في قلبك يبقى جواكي ما يبقاش براكي. السنة الجديدة حلوة جدا وفيها تغيرات حلوة جدا وفيها حاجات هم يعني عشان هم كمان صغيرين في السن، فيها حاجات حلوة جدا جدا جدا، سواء في الدراسة سواء في الصحة سواء في كل حاجة. اما الخالة اللي هي 29/3/73 يا سحر، انت شخصيتك اسمك حمالة اللي هي حمالة الصبر، اللي انت شلت كتير شفت كتير، بس دايما جواكي يعني ايه تقولي ايه يا رب الحمد لله على السراء وعلى الضراء. فيكي امل دايما لبكرة فيكي. طيب هنرجع نكمل. ام ابراهيم. ايوه دكتورة. ايه حبيبتي، كل سنة طيبة. وانت طيبة، ازيك يا دكتورة؟ الحمد لله حبيبتي كويسة. بقول لحضرتك عايزة اسأل على برج ابني. أيوة. تاريخ ميلاده 29/4. ايوه 29/4/2000. 2000. وانا 8/9/61. عايز اسأل على ايه بقى يا ام ابراهيم؟ على كل حاجة. حاضر. وابني الكبير 28/1. ايوه 81. 81. اه عينيا. حاضر. اي حاجة تانية؟ شكرا يا دكتورة، تسلم عينك، الله يخليك يا حاضر. دكتور. حاضر هنكمل. سحر يا سحر، زي ما قلت لك اتشيلت الحمول، بس خلي بالك يا سحر ان انت ربنا ان شاء الله هيكرمك، بس انت عندك شوية قلق كده في دماغك، تفكير بيجيلك ماشي على الخط بتاعه. لا بقولك بقى اقطعي كل الهواجس دي، لانها شهر واحد عندك فيه هواجس، لا بقولك اقطعها بقى. فعندك فرحة حلوة جدا على دخول الصيف في 2019، في تغيرات حلوة جدا جدا ليكي. انت شخصيتك ست 100 راجل، انت دايما معتمد عليك احسن من 100 راجل كمان. فيكي الحلو الوحش، تقولي انا فيا الحلو وفيا الوحش، انت بتعترفي بغلطك بتتأسفي بغلطك، بس جواكي طفلة عايزة دايما اللي قدامها يرضيها مهما كان، مهما كان يرضيها، لان انت بتيجي على نفسك كتير وبتيجي عليك وقت انت بتتخانقي بس متبينيش. معانا اتصال. نورة. الو. وطي التلفزيون يا نورة. الو. ايوة يا نورة وطي التلفزيون شوية. ايوة وطي التلفزيون عشان اسمعك. ايوه مع حضرتك. سامعاك يا نوره. الو. ايوه يا نوره. كنت عايزه اسال على عيد ميلادي. ايوه 1/10/96. 96. 1/10/96 نوره. 1/10/96 يا نوره، انت برج الميزان، الشخصيه الشقيه اللي دايما بتحب تجري تتنططي تروحي تيجي. لو انت مرتبطة كان عندك شوية حيرة، لو انت مش مرتبطة في ارتباط جدي جدا جدا لاول مرة في 2019 هتبدأي فيه بجدية فعلا. 2019 هتحط النقط على الحروف، هتشوفي انت عايزة ايه، فيكي ايه. انا ما انكرش انها كانت فترة صعبة 2018، حتى لو كان في ارتباط كان في مشاكل في الارتباط. اما ام ابراهيم فعندها ابنها 29/4/2000، ده الشخصية دي انا بقول له يعتمد شوية على شغله، يحاول يغير من نفسه يشوف هو عايز ايه. 8/9/61. طيب هناخد اتصال اول وبعدين نكمل. طيب. ولاء. الو. ايه ولاء ازيك؟ ايه ازيك يا ولاء؟ الحمد لله. قوليلي سامعاكي. ماشي. انا 9/2. 9/2. الحمد لله. انا 9/2/2000. 2000. 9/2. وايه كمان؟ 2000. اسأل حاجة تانية؟ الحمد لله. انا 9/2/2000. عايز اعرف كل حاجة بقى عن برجي. طيب انت المفروض انت برج الدلو.
ومعاكي دلو؟ حاجة؟ انت برج الدلو. لا ماشي. وعايزة اسأل على 12 9. ايوة. سنة كام؟ لا ماشي. وعايزة اسأل على 12 9. 1978. 8 و70. 1978. تمام. انت برج الدلو على فكرة، سمعني؟ سمعك. فدي شخصيتك اصلا، شخصية تحس انت بتحسي بالحاجة، ومعروف عنك ان انت عندك الحاسة الستة. طب ماشي. طب ممكن بس اسألك سؤال؟ ايوه. عايزة اسأل على 7/9/1965. ده بابا ومامتك اللي قبله؟ حاضر ماشي. ونبي قولي على كل حاجة بقى على برجي. حاضر هقولك. اللي هو الدلو ده. عينيا. حاضر. هنكمل. ام ابراهيم 8/9/61 برج العذراء. يا ام ابراهيم انت دايما شايله هم اللي حواليكي، وانت شايله همك، انت شايله هم اللي حواليكي، فتلاقي نفسك شايله همهم، ويا ترى وهل يا ترى، طب مبسوط مش مبسوط، طب ده جعان، حتى مهما كبروا تحس ان هم لسه صغيرين. انت سنه العذراء، السنه دي سنه العذراء وسنه القوس والاسد، ابراج كتير جدا. فانا بس بعرفك ان انت ان شاء الله هتبدأي يعني نفسيا تهدي شوية. اما 28/1/81 هو لو هو شغله مش مبسوط فيه ما يحاولش يغير في شغله، يحاول يهدى كده، لان في ناس مسخنينه، او في ناس بيحاولوا يغيروا من شخصيته، او في ناس بتقول له كذا كذا، هو مشكلته ان البرج ده ودني شوية، فهو في تغيرات للاحسن كتير جدا. معنا اتصال؟ جاسي. الو يا جاسي. الو. ايه يا حبيبتي سامعاكي. لو سمحتي عايزه اسال على برجي 21/1. ايوه. سنة كام؟ 2003. 2003. هتسالي على حاجة معينة؟ عن السنة الجديدة بقى وايه اخبارها معايا. حاضر. عينيا. و عايزه اسال على اخويا 3/3/2000. 2000. حاجة تانية؟ شكرا. ماشي حبيبتي. فبقول لك يا ام ابراهيم 28/1/81 يحاول يخلي باله من شغله، ويحاول ما يصدقش الكذب اللي حواليه، ولا حد يوعده ويخلف والكلام ده كله. انا مش بخوفك من السنه الجديده، بالعكس السنه الجديده كويسه، بس احنا بنقول له نقط يخلي باله منها، والسنه ان شاء الله تعدي بسلام وفيها انجازات حلوه جدا. وبعد كده هنشرح طبعا بالتفاصيل باذن الله، قلت توقعات كل شهر بس على دخول السنه الجديده ان شاء الله. اما نوره 1/10/96 نوره برج الميزان، وزي ما قلنا الضحكه والهزار والتغيرات جايه لك يا نوره للاحسن. لكن ولاء 9/2/2000 دي برج الدلو، والدلو زي ما قلنا ما يصدقش اي حد يوعده باي حاجه، خصوصا في السنه الجديده. ما تخليش حد ياخد مكانك حتى لو في شغلك، ما تأمنش لحد في 2019. مش معناه انا بقول ما تأمنش لحد اللي انت تتجنب الناس، لا، تخلي عندك رقم سر كده لنفسك، مش اي حد يوصل له، مش اي حد يعرفه. 12/9/78 دي الام اللي هي سنة العذراء، ان شاء الله في احسن، اطمئنان بتاعها للاحسن، للافضل، للاقوى. وبعاني معها رقم 12 اللي هو رقم عنده حماية اهلية من عند الله، مهما حصل بتلاقيها فيها حماية. 7/9 برضو الاب، فالاتنين برج العذراء في طلوع، وفي القلق اللي كان عندكم والصدمات اللي كانت معاكم هتبدأ تهدى، هتبقى فيها للأحسن. وخلي بالك يا ولاء ان شاء الله سنة حلوة، لان انت شخصية عقلانية جدا، وشخصية فاهمة اللي قدامك، لدرجة ان انت عقل كبير وعندك حاجة لله، حسيتك حتى بتبقى معروفة ومفهومة، واللي تقوليه سبحان الله حتى في احلامك بيحصل. جاسي 21/1/2003 بقول لك يا جاسي انت واقعة بين برج الجدج وبرج الدلو، بس معاك الدلو اكتر. شخصيتك عقلانية عاطفية، بتفكري بعقلك قبل قلبك، وده مش وحش، ده كويس جدا. دايما عندك العقل شغال. اخوكي رومانسي شوية، او مش ضعيف، بيبقى مش عايز حد حساس، مش عايز حد يزعله، ما يحدش يجي عليه للاحسن ان شاء الله. باذن الله في حاجات للاحسن كتير.
هنكمل برج العذراء مع باقي الابراج. احنا وقفنا العذراء والسرطان زي ما قلنا في توافق كبير، العذراء والاسد. دايما العذراء والاسد الاتنين بيتفقوا، مش بيتفقوا، الاسد بيصعب عليه برج العذراء فبيبدا ان هو يسامحه، يبدا ان هو يجي على نفسه، يبدا يقول لنفسه لا 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 ما يهمش عدو المره دي. ليه؟ لان العذراء يستاهل كده. العذراء دايما ليه صديقه القوي، الصديق الوفي بتاعه برج الاسد، لان هو اللي بيقويه، هو بيقف جنبه. لكن في العاطفه يحاول يا برج العذراء ما تجيش على برج الاسد، الاسد هيكون عنده طاقه وهتلاقيه مره واحده هيبقى فيه انفعال. اي حد عنده في البيت عذراء واسد يحاول يحافظ على العلاقه دي، او يحافظ يغير من نفسه عشان العلاقه تمشي. وكده خلصنا نهايه الحلقه، ونشوفكم الحلقه الجايه على خير باذن الله. وهتوحشوني. باي باي.